أعلنت قوات الحشد الشعبي تفكيك عشرات العبوات الناسفة شمالي محافظة صلاح الدين، وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان لها أنه بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، عثرت قوة من الحشد الشعبي على كدس متفجرات يضم 40 عبوة ناسفة على شكل جليكان يحوي مادة السيفور شمالي قضاء بيجي. وأضافت أنه تم تفكيك العبوات الناسفة من قبل الجهد الميداني لعمليات الحشد الشعبي.